زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء للاطمئنان على حالتهم الصحية. أكد الوفد حرص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولا للحل الشامل والعادل القضية الفلسطينية. يأتي ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لمدينة العريش لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها الرئيس السيسي أمس متوجهة إلى قطاع غزة. طبعا احنا كنا بنتفقد الإخوة الفلسطينيين اللي دخلوا مصر لتلقي الرعاية الطبية بناء على المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص. والحقيقة ان احنا لما وصلنا هنا شفنا، يعني انا شفت مستوى ممتاز جدا من التجهيز الطبي، وتفقدنا بعض الحالات ومن اعمار مختلفة واناث ورجال وصغار سن، وشفنا الحقيقة الوضع الصعب والوضع الصحي الصعب اللي هم كانوا جايين بيه، لكن أيضا لمسنا التحسن الكبير اللي هم يعني حصلوا عليه هنا. الحقيقة أنا وقفت عند كلمة تكررت قدامي أكتر من مرة لما كنا بنسأل الناس، فقالوا إن هم بيتلقوا دعم معنوي من الأطباء والكادر الطبي هنا لا يقل أهمية عن الدعم الطبي المادي المتمثل في الأدوات والأدوية والرعاية الطبية. الحقيقة الدعم المعنوي يعني كان مهم جدا. كل الحالات اللي احنا شفناها أشادت بتعامل الطاقم الطبي، وأنا الحقيقة مش مستغرب الكلام ده، احنا كحملة مش مستغربين الكلام ده، لأن احنا عندنا القيادة السياسية بتاعتنا كانت أول من يوصي بالفلسطينيين خيرا، وإحنا لما الكلمة دي بتطلع من أكبر رأس في البلد وبتطلع من أعلى مستوى في البلد بيبقى الكل عنده استعداد ان هو يتفاعل معها، والحقيقة ان ده شعورنا الطبيعي وشعورنا الإنساني تجاه إخواننا الفلسطينيين.